بالسيستم هذا. هي عندي البلوك دايجرام تبع السيستم موجود هون. راح نستبدل هاي بالفادي ابروكسيميشن، وهذا بيسمح لي الان اضرب كل الترانسفير فانكشنز في بعض. فاللي راح نعمله الان، اخذنا الجين هون 14.3، راح اغيره ل 14.3. هي هذا الجين الكلي تبع كير مع الجين تبع اس بلس 1 و 3.15. انا هون راح نطلع الفادي ابروكسيميشن، سكند اوردر فادي ابروكسيميشن، راح تعطيني 2 بولز و 2 زيروز. بعدين عندي هون راح نطلع الترانسفير فانكشن تبعت، راح احول هذا لترانسفير فانكشن، اني اخذ سيستم فادي ترانسفير فانكشن. النيوميريتر راح نساوي لي كي اللي موجود هون. بعدين راح اعمل كونفوليوشن من هذا اللي هو الاكتويتر، هذا واحد على اس بلس 1، العشره وين راحت؟ طلعناها هون، شملناها بها. وبعدين التانك اللي هو اس على 1 على 30 اس زائد 1 او 3.15، بس 3.15 كمان شملناها في هان. وبعدين هون عندي النيوميريتر تبع 1 على 9 زائد 1 على 3 و 1، نعملهم كونفوليوشن بيطلع معي ترانسفير فانكشن، الدينومينيتر تبع الترانسفير فانكشن النهائيه. بعدين بطلع السيستم تبع الترانسفير فانكشن تبع الجي او جي في اتش. وبعدين بعمل سيريز ما بين الفادي وال هذا، فكانه هذا صار هو الترانسفير فانكشن لكل السيستم كله مضبوط في بعض. نعمل ران لهذا السيستم، خلينا نحط جريد هون. هاي السيستم الجديد اللي عملنا فيه ابروكسيميشن بالفادي. فهاي انرسمت اوتوماتيكيا، امبارح كنا ناخذ اللي بدون الديد تايم وبعدين احنا نرسم الجديده اللي فيها الديد تايم، مظبوط؟ لكن هون صار عندنا اعطاني اياها اوتوماتيكيا. فعندي الجين مارجن هون 5.34، احنا قديش حسبناها امبارح؟ كانت 7، حسبناها 7 ولا قديش قسناها؟ 7. هون عم بعطيني، اعطيني الرقم اصغر شوي، واعطيني الفيز مارجن 38.9. وهم معطيني الجين كروس اوفر فريكونسي، الفيز كروس اوفر فريكونسي والجين كروس اوفر فريكونسي. فصار عندي هذا حتى هو راسم خط على راسم خط. هاي الزيرو، هاي الزاوية اللي هي المسافة بين هاي وهاي. وبعدين عندي هاي ناقص 180، هاي الجين مارجن اللي موجود. فباستعمال هاي البادي الابروكسيميشن قدرنا انه نعمل، نحول السيستم للينير سيستم ونعمل عليه اناليسيس. الترانسفير فانكشن النهائيه للسيستم صارت هي دي سيس. هاي صارت الترانسفير فانكشن النهائيه بما فيها البادي ابروكسيميشن دخلت هون، يعني 14.3 في اس ماينس 6 بلس 6S بلس 12. وبعدين هون دخلوا كل اللي لهم علاقة بالتانك والأشياء. أوكي، في أسئلة عن هذا؟